الله يصبحكم بالخير يا الربع، ويسعد صباحكم. مع علي بينوي من الفلبين، حياكم الله، وخصيصا من نيجروس اوكسيدنتال. واليوم من وين؟ من شاطئ فيكتورياس. حياكم الله بحلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم راح نتكلم عن بعض العادات والتقاليد للأشياء الموجودة عندهم في الفلبين. من هذه العادات الموجودة بالفلبين اللي هي المرتس. المرتس هي عبارة عن نقل الكلام من فلان لعلان لعلان. هذا المرتس منتشر هنا في الفلبين، بس مو بكثرة، منتشر عند قلة قليلة جدا جدا جدا. رح نتطرق في هذا الموضوع للأسباب الأساسية للناس اللي بتستخدم المرتس. طبعا خلينا نتفق أول شيء إن المرتس هذيل نقالين الحكي موجودين بكل مكان، موجودين في المدرسة، موجودين في العمل، موجودين في مكتب، في مطعم، في شارع، بالباص، بأي مكان تكون انت فيه، حتى بالفيسبوك بتحصلهم برضو المرتس موجودين في كل مكان. طبعا المرتس بنقل كلام عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اغلبهم كذي، اغلب المرتس هني نفس هذه السالفة. سمع من فلان فلان، سمع من فلان فلان، كل طبعا كل واحد بيكون ايش حاط بهارات ودنيا وزيادة. طبعا هذا المرتس يعني في منهم بينقلون، عشان نكون واقعيين، في منهم ينقلون حقيقة وفي منهم ما ينقلون حقيقة. واغلب هذيلة اللي بيكونوا يتناقلوا الكلام ويسولفوا فيه، اغلبهم يعني تلاقي واحدة بالفريج قاعدة لا عندها سالفة ولا عندها شيء، قاعدة بتكش دفان والجوع ماكلها، وتلاقيها المرق واحد او واحدة بالفريج او طفل لابس نظيف او هذا، تلاقيها بتتقول عليهم على اي شيء، على اي شيء تلاقيها بتتقول. وطبعا هاي العادة سيئة جدا موجودة بالفلبين، بس مو بكثرة، يمكن تحصلها في اقاليم الاقاليم، بتحصلها بالاقاليم يعني عندنا فيكتوريا يمكن نسبة قليلة، يعني ما بشوفها كثير. يعني يمكن انا صورت كذا مرة لمرتس كانوا هني عندنا بالفريج، يعني ما في اي مشكلة. وطبعا هم بيكونوا ينقلوا يعني اخبار محلية، يعني اخبار محلية، يعني فلان ضرب فلان او اي شيء، او هذا زوجها انطرد من الشغل. طبعا بيزيدوا يعني بيحطوا عليها شوية بهارات، ليش انطرد وليش هذا وليش هذا، بيعملوا عليها. وانت يا مشاهد يا متابعيني، في حال انك انت كنت جاي هني الفلبين او جاي مقيم هان بالفلبين وصادفت نفس هذه المشكلة، المرتس اللي يتقولون او يتكلمون وهذا، تبشرهم ينبحون، لا تهتم، لانك انت للمرتس هذيل لو تعطيهم انت اهمية بيفكروا حالهم انهم هم شيء كبير. وطبعا هذه زي ما قلت لكم عادة سيئة، بس مو منتشرة جدا في الفلبين، غير منتشرة يعني، لان اغلب هذيل اللي بيشتغلوا هاي الشغلة او بيعملوا هاي الشغلة نقل الحكي بالكلام، هذيل اغلبهم بيكونوا عاطلين عن العمل او قاعدين ما عندهم اي شيء او شيئا. بس اليوم انا حبيت احكي لكم بشكل مختصر وموجز عن موضوع المرتس في الفلبين. لا تهتمون باي كلمة تنقال عليكم، لانك انت راح تكون واثق من نفسك وعارف نفسك شنو انت، ولا يهمك، لانهم في ناس بتحاول. عشان اعطي معلومة اخيرة بهذا الموضوع، يعني فرضيات انت بفريج، واحد او واحدة تقول عليك حكي، بيقول انت اجنبي ولا شيء، بيحاول انه يستغلك
تحاول انك انك تغلط عليه او تسولف عنه شيء عاطل او تألف عليه قصة على سبة ايش، يروح يشكيك للبرنجاي، بعد هيك تصل لمحكمة وتصل تصل وهذا. علشان كذي يكون حذر بهاي السالفة من المارتس، بيحاولوا يستغلالك كأجنبي وهم استغلال الناس اللي هني، وأغلبهم بيكونوا ماكلين هوا، وأغلبهم بيكونوا تعبانين عقليا. ولا تهتم، لا تهتم بأي حدا من موضوع المارتس في الفلبين، واغلبهم يعني بالفلبين، يعني عشان اكون صادق معاكم، المارتس مالهم ما فيش فيه الوقاحة والقذارة اللي يمكن تلاقيها بأماكن ثانية. ما عندهم مش هذا الاسلوب القذر وهاي الشغلات، هذه يتقولوا باشياء قذرة، ما عندهم مش هذا. لا تلاقيهم ايش بألفوا قصص، بيعملوا قصص يعني حسب ايش اكشن يعني، عرفتوا شلون؟ على العموم يعني انت كن حذر بالفلبين في حال صادفت هذه المشكلة، ان كان من قريب او من جيران او من اي حدا حواليك، لا تحاول انك تردد هذيلا المارتس او تثبت لهم، سيب، دع الخلق للخالق، سيبه اللي يبي يحكي يحكي، لا رح يزيدك ولا رح ينقصك شيء. وخذها قاعدة أساسية يعني، زي ما كانت تقول جدتي الله يرحمها، كانت تقول اللي يخزق رقاق الناس بيجي مين يخزق رقاقه. ودائما الناس العاطلة بتفكر الناس عاطلة، والناس الطيبة بتفكر الناس طيبة. وإن شاء الله أنت فيكم الطيب والبركة، والله يبارك فيكم ويطرح فيكم البركة وحبايبي، ويعطيكم العافية، ونرجع لكم إن شاء الله بفيديو جديد وموضوع جديد عن الفلبين وعن بعض عادات وتقاليد الفلبين وحبايبي.